لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الماليزية كوالالمبور عضو اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى أحمد النجار. أهلا بكم سيد أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية نبدأ معك سيد أحمد، باعتباركم أنتم في التنسيقية، كيف تقيمون اليوم الأول من مسيرة العودة الكبرى والذي كان مثقلا بأعداد كبيرة من الضحايا سواء من القتلى أو الجرحى؟ شكرا لكم أختي الكريمة على هذه الاستضافة، واسمحي لي بداية أن أتوجه بأحر التعازي القلبية إلى أهالي الشهداء الأبطال الذين ارتقوا اليوم ليؤكدوا على حق العودة وعلى حق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه التي هجر قسرا منها. كما أتوجه بالأمان القلبية بالشفاء العاجل لكافة الإخوة الذين أصيبوا بجراح اليوم، سائل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. حقيقة اليوم سجل شعبنا الفلسطيني البطل فصلا جديدا من فصول التاريخ الناصع والمشرق، ونفذ ملحمة وطنية حقيقية، حيث انطلقت مئات الآلاف من كافة شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى مختلف مشاربه وتوجهاته في 48 في الضفة الغربية، في غزة، في القدس وفي الشتات كذلك، ليلبوا نداء الوطن وليشاركوا في هذه المسيرة السلمية اللاعنفية، مسيرة العودة الكبرى. حقيقة صعقنا اليوم من حجم الرد الهمجي والبربري من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. هذه الدولة العنصرية التي تتصرف وكأنها فوق كل قانون. اليوم ما حدث كان مجزرة حقيقية، وآلمنا كثيرا ارتقاء إخواننا الشهداء، وكنا نظن أن هناك بقية من إنسانية في داخل دولة الاحتلال الصهيوني. هذه الدولة التي نفذت هذه الجريمة بدم بارد، والتي كان على ما يبدو أنها قد خطط لها بليل ودبر لها بإحكام مسبقا، حيث كانت تصريحات وزير الأمن الصهيوني ليبرمان بأنه قد نشر مئات من القناصة على حدود قطاع غزة. نعم، في هذا السياق سيد أحمد، الحديث عن القناصة، كان هناك أيضا استخدام طائرات بدون طيار استهدفت المتظاهرين. صحيح. أنتم في التنسيقية، نعم، يعني ما هي التدابير الاحترازية التي بإمكانكم اتخاذها لحماية هذه الحشود الكبيرة من الفلسطينيين الذين يخرجون في مسيرة العودة؟ بداية نحن ومنذ يعني حوالي شهرين تقريبا نادينا وأعلنا صراحة أننا مقدمون على تنفيذ مسيرة سلمية تنتهج المقاومة السلمية وتنتهج المطالبة بتطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة القاضية بأحقية اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وقد نسقنا مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في داخل فلسطين وتحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية و48 لكي يعملوا على ضمان ذلك. وبالفعل كانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى سباقة في عمل كل ما يضمن سلامة الناس، فقد قررت أن تقام معسكرات الاعتصام على مسافة بعيدة نسبيا من السلك الزائل، وهي على مسافة حوالي 700 متر من السلك الفاصل ما بين قطاع غزة وحدود أرضنا التي هجرنا منها. أيضا قامت لجان البلديات المختصة بإقامة سواتر ترابية، وكان هناك حوالي 15 لجنة مختلفة تقوم على هذه المخيمات لضمان سلامة الناس. لكن الاستفزاز الحاصل من هؤلاء الجنود المتعطشون للدم والذين كانت أوامر قادتهم واضحة. اليوم كان وزير الأمن
وكان أيضا رئيس الأركان كانوا واضحين في أوامرهما أنهما سيشاركان وسيوجهان شخصيا جنودهم لقمع والارتكاب مجازر فعلية بحق السيد أحمد. سيد أحمد، كيف تفسرون هذه الوحشية، وحشية المحتل الصهيوني في التعامل مع مثل هذه المسيرة؟ وإلى أي مدى تظن أن رفع شعار أنا راجع كان يعني سببا في استهداف هذه الحشود من الناس الذين كانوا مدنيين ولا يحملون أي سلاح؟ أنا حقيقة تقريبا العالم أجمع يدرك ويلمس طبيعة الاحتلال البربرية والوحشية والدموية. يعني نحن عاصرناهم على مدار عقود من الزمن، هي سني عمر الاحتلال في فلسطين، منذ أن وطئت أقدام المحتلين الغاصبين أرض فلسطين المباركة، وهم يقومون على سياسة ممنهجة من القتل والتدمير وتنفيذ المجازر البشعة. نحن شاهدناهم قبل أشهر قليلة حينما استهدفوا المعاق الشهيد البطل إبراهيم أبو ثرية، معاق لا يوجد له أقدام، لا يستطيع الحركة إلا على كرسي متحرك، استهدفوه برصاصة قناص في رأسه. هذه هي طبيعتهم الإجرامية. لكن ما دعا جنود الاحتلال لهذه الهمجية هو الصمت المريب من المجتمع الدولي ومن الدول سواء الأجنبية أو حتى العربية والإسلامية منها. للأسف رد الفعل من إخواننا العرب والمسلمين ليس على مستوى الجريمة المرتكبة. كنا نظن أن يعني مطالبات عدة سواء من الدول العربية أو حتى من القيادة الفلسطينية، يعني نحن نثمن اليوم موقف فخامة الرئيس الفلسطيني ونثمن أيضا موقف الكويت، لكننا نطالب بأكثر من ذلك. طلب الحماية الدولية مجرد الطلب، يعني هذا حديث مرسل. نحن نريد مطالب حقيقية، مطالب جادة لضمان سلامة اللاجئين الفلسطينيين الذين هم من مسؤولية الأمم المتحدة. يجب أن تتداعى جميع الدول، يجب أن يتداعى المجتمع الدولي الذي يتفاخر دوما بديمقراطيته وبإنسانيته في أن يوفر للفلسطينيين حماية تضمن تنفيذ هذه القرارات الدولية، والتي من شأنها يعني رفع الكثير من العبء عن كاهل الأمم المتحدة والأونروا. نحن نريد أن نطبق القرار الدولي 194 بالعودة إلى أراضينا التي هجرنا منها. نريد أن نحيا هناك كما كنا نحن خلال سنوات عمرنا الطويل. أجدادنا وآباؤنا كانوا مزارعين، وسبحان الله اليوم يعني أول شهيد سقط كان مزارعا، واليوم يعني شاهدنا اللحمة ما بين مختلف شرائح شعبنا. سقط اليوم شهيد، وسقط فنان، وسقط مقاوم، وسقط مثقف، يعني من كافة وعامل من كافة شرائح هذا الشعب البطل. نحن في هذا الوقت نطالب، وخصوصا بعدما تم من مجزرة بشعة، يعني لازلنا حتى اللحظة مصعوقين ومصدومين من حجمها، حوالي أكثر من 15 شهيد وحوالي 1200 جريح. هذه جريمة يعني بكافة المقاييس، وترقى إلى يعني جرائم حرب فعليا. أشكرك جزيل الشكر، عضو لجنة تنسيقية دولية لمسيرة العودة سيد أحمد نجار، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور.